النهاردة وصفتنا بسيطة جداً، سهلة جداً، تقليدية جداً، في ابتكار بطريقة من طرق عمل أحد الوصفات اللي هي هنبتدي بيها، اللي هي بنسميها ببلاد الشامق راس الجبن والزعتر. ساعات بتتعمل على شكل زي المشلتت، بتتطبق وتدخل الفرن، ساعات تعمل عادي كده زي البان. النهاردة هنعملها بالوافل ميكر. الوصفة هي تنفع للفرن، بس هنزود عليها دقيق علشان تبقى ماسكه نفسها اكتر. للوافل ميكر احنا بنيجي دايما لما نفكر ازاي هنطبق حاجه تقليديه في حاجه جديده، من يعني مثلا احنا بنعمل البانكيك، خليط الوافل خفيف فالعجينه خليتها خفيفه. هوريكم العجينه ونحطها في مكنه الوافل ونحضرها مع بعض. هوريكم قصدي ايه بالعجينه خفيفه. بصوا العجينه طرية، مش هلمها بدقيق ولا حاجة عشان مش عايزين نشكلها. فدي جواها الزعتر، اللي هو الزعتر الشامي، ده زعتر أردني، شايفين ورق الزعتر بالسمسم بالسماق، دي خلطة الزعتر، وده اللي بتغمس بالزعتر والزيت منه المناقيش. وعندنا هنا جبنة نابلسية تبقى حادقة شوية، ممكن حلوم، ممكن موتزاريلا على حلوم، بتدي هتسيح شويه وتدي الطعم الحلو. تعالوا نروح على مكنه الوافل النهارده من ميانتا. يعني انا حباها جدا، يمكن انتم ملاحظين اني حباها، اهو محضره لكم واحده هنا. بصوا دي وافل معموله بعجينه، مش بخلطه الوافل اللي حضرناها الاسبوع اللي فات مرتين. عايزه اقطعها لكم وتشوفوا اهي بشده العيش الحلوه، شايفين، وجواها الزعتر والجبنه ومقرمشه على الاطراف. تعالوا هناخد سبراي، انا عندي هنا ممكن ناخد حتى زيت زيتون، عايزه ابص بس فين السبراي، مش موجود هنا. هناخد شويه زيت زيتون بسيط، ممكن سبراي نون ستيك، وبعدين زي ما بنعمل الوافل عادي جدا هناخد العجينه كده ونحطها هنا. وحتى لو اشكالها طلعت مش مربعه، يعني طلع عليها اطراف كده غير مستويه، يبقى شكلها حلو جدا جدا. ادي واحده، وحتى لو لزقوا ببعض بنقطعهم عادي، ممكن نقطعهم قطع اصغر، وهنقدمها كمان بطريقه لذيذه. هي قريبه قوي لعجينه الفوكاتشيا الايطاليه، وعايزاكم تشوفوا وانا بطلع بالمغرفه كده. هنا احنا شايفين جوه العجينه يا جماعه، جوه البوله، عايزاكم تشوفوا الخيوط دي من التخمير، شايفين كل الخيوط دي من التخمير الصحيح، شايفين. احنا سبناها تقريبا ساعة، بقى لها من الساعة مثلا 10 9:30، لا بقى لها ساعتين، يعني ساعتين وشوية كمان. كل ما تخمر صح كل ما بيبقى أحسن. هقفل عليها، أتأكد بس انه ممكن تطلع عجينة شوية من الأطراف، عادي جدا، هنشيلها ونقفل المكان. خلوني اضغطها كويس، ولو في عجينه نزلت من الاطراف نشيلها. نشيل القطعه دي وعادي جدا ارجعها هنا، واتاكد انه قفلناها. خلاص خليها تبتدي تستوي، بتاخد وقت شويه اكتر من الوافل. دي عجينه دقيق وزيت وخميره، هنحضرها حالا مع بعض. خلوني اغسل ايدي سريعا. شبه كل العجاين اللي كنا نحضرها قبل كده، بس نسبه الميه للدقيق شويه مختلفه. طيب ممكن نعجنها من غير عجان، انا ايدي بس النهارده مش تمام قوي فهستخدم العجان. هي عجينه خفيفه، مش هنعجنها كمان فترة طويلة، بس العجان حقيقي من الحاجات اللي يمكن أكتر جهاز بالمطبخ استخدمته جنب الفود بروسيسر كان العجان، اللي هي محضرة الطعام، مفيد جدا بين مضرب السلك ويد العجن واليد التانية اللي بنعمل فيها الآيسينج وحاجات كتير للكيك. هنبتدي بالمية، عندي مية دافية، نبتدي بالمية. هحط تقريبا بالأول كوبايتين ميه، وهحط على الميه الخميره، هنحط معلقه ونص خميره صغيرين، وهحط شويه سكر، معلقه صغيره سكر، ومش هحط الملح الاول على الخميره، هحطه على الدقيق علشان الملح ما يضعفش تفاعل الخميره. هنبتدي فين الدقيق اهو، هنخلطهم بس شويه كده
وممكن على فكره تعملوهم زي ما عملنا قبل كده في وصفه المعجنات، تسيبوا الخميره على جنب تتفاعل، دي تنفع ودي تنفع. انا عايزه بس ابص على الوافلز واضغطها شويه اكتر. خلوني بس اهي، شايفين ابتدت تتشكل. ممكن نشيل الاطراف الزياده دي اهي من هنا علشان اعرف بس اقفلها كويس. ناس كتير يمكن هتستغرب انه بنعجن عجينه بمكنه الوافل. تعالوا نقفلها عشان تستوي كويس وتتحمر. انا حاطه كميه كبيره من العجينه، بس هي كده كده متعرضه للحراره. انتوا خفوا الكميه شويه، الصبح كنت خفاها شويه. هتتعرض للحراره من كل الجهات وهتستوي وتتحمر. خلاص دلوقتي هنا اتخلطوا شويه، تعالوا نبتدي نزود الدقيق. انتوا عارفين انا في العجن بحب الطرق التقليديه. هنزود دقيق وهنزود شويه زيت زيتون، لانه الوصفه دي فيها زيت زيتون. تقريبا فنجان صغير، فنجان القهوه او ربع كب اللي هو المعياري. ونبتدي نعجن، وبالمرحله دي هزود الملح، معلقة ملح صغيرة. وبالتدريج، انتوا شايفين جوه العجان يا جماعة؟ احنا شايفين؟ اوكي. هنبتدي بالتدريج، شايفين انا ابتديت بالمية عشان عايزة القوام الصح. فهبتدي ازيد الدقيق واحدة واحدة. اهو. علي السرعة شوية. انزل الدقيق على الاطراف. بصوا انا موقفه تزويد دقيق لان انا حاسه انه القوام صحيح. تعالوا نبص على القوام اللي عايزه احكم عليه. القوام محتاج كمان شويه. اذا هي مش عجينه اللي لازم تتلم، مش العجينه اللي لازم تتلم على شكل كوره، ولا دايما بقول لكم خلاص العجينه لمت العجينه لمت. لا، هي هتاخد شويه دقيق بسيطه تاني وخلاص. تعالوا نخلطها كويس. التخمير دايما بيبقى في مكان دافي عشان الخميره زي ما قلنا هي كائن حي، لما الميه الدافيه والسكر الغذاء اللي المناخ المناسب للميه الدافيه والسكر كغذاء تبتدي تتنفس وبتبتدي التفاعل والتخمير. بالمرحله دي كفايه كده، تعالوا نضيف الاضافات اللي ممكن انتوا تضيفوا جبنه شيدر رومي، يا رومي مدخن، تضيفوا اللي انتوا عايزينه. تعالوا نقلبها كده اهي، هو ده القوام شايفينه، مش محتاجين جلوتين كتير. قوام العجينه زي ما انتوا شايفين اهو، بصوا تمام. يلا هنضيف دلوقتي الزعتر الشامي اللي بالسماق والسمسم، نضيف اوريجانو المجفف، وهنضيف الجبنه وهنقلبهم مع بعض اهو، وهنسيبهم يخمروا. طيب هنعملها بالفرن يا شيف، هنتقل نزود كميه الدقيق ونبقى قادرين نشكلها اكتر على شكل اقراص، او نعملها زي المشلتت كده رقات، بتبقى خطيره. هتدخل الفرن تستوي. بس تعالوا نبص على الوافل ميكر، اعتقد انه ولا اسهل. بصوا شكلها، بصوا الجبنه السايحه بقت طلعت ازاي بره وابتدت تاخد لون ذهبي. قبل ما نطلع الفاصل هنسيب دي تستوي، والعجينه هسيبها دي تخمر في مكان دافي، نغطيها بالبلاستيك زي ما كنت عامله باللي كانت خمرانه جاهزه، ونرجع بعد الفاصل نقدمها ونبتدي بالشكشوكه. تعالوا نبص على الوافلز. هقول لكم حاجه، انا هطلعها في المرحله دي وهطفي الجهاز. خلوني احطها بس قدامي. اللي بيحب يحمرها اكتر ويحبها مقرمشه اكتر يزود الوقت. انا عايزاها تطلع شويه زي العيش، مقدمين حاجات كتير ممكن تتغمس جنبها. تعالوا نقطعها ونقدمها برضو بشكل لذيذ. هي لوحدها كده حلوه ورائعه على فكره لللانش بوكس للولاد اهو. ممكن كمان تتقطع مثلثات لو حابين، اللي انتوا حابينه
يمكن نقطعها كده، ممكن نعملها كمان كده. اوكي فاحنا هنعمل كده نحطهم. خلوني اجيب الطبق اللي هنقدم فيه، نحطها في الطبق. وهناخد كالاتي، احنا قاعدين بنخترع مع بعض نكهات شاميه لايقه على بعض. زي ما قلت لكم ده الطبق التقليدي اللي هنبتكر فيه. عندي اللبنه الكريمي اللي هنعمل برضو منها الكشكه، اللي هي بتبقى مززه، لبنه الشاميه المززه اللي هو الزبادي بشاشه، لناس اتفرجوا علينا اللي هي الشاش اللي بنصفي فيه الزبادي عشان يتحول لكذا مرحله، مرحله اللبن، مرحله اللبنه، فاللبن الزبادي يعني. فدي مرحله اللبن الكريمي قبل ما ينشف السوائل قوي لدرجه انه نقدر نكورها. فشايفين قوامها اهو، هناخد كده منها شويه ونقوم حاطينهم على الوش فوق كده. ناخد اطباقنا الشرقيه اللذيذه لحته تانية، نحط شويه، اول حاجه هنحط زيت زيتون، نحط شويه زيت زيتون، شكل حلو كده. وبما انها فيها زعتر، انا عندي هنا شويه زعتر اخضر اللي هو ده اللي بستخدمه دايما في الاكل الايطالي، شايفينه مزرعه مصريه ومتوفر في كل مكان. كل حاجه هنا في البرنامج، كل حاجه هنا في البرنامج فارم تو فورك، يعني من المزرعه علينا. نادرا ما بنشتري اي حاجه، خليني اوريه لكم تاني. وحتى الاطباق اللي بنستخدمها، كل الحاجات، والناس اللي بتسال عن حاجتنا دايما اخر البرنامج لما اقول لكم باي بينزل سبيشال ثانكس، كل الحاجات، المكسرات، كل البهارات، كل حاجه عندنا هتعرفوا مكانها منين. هو ده. ممكن ناخد، تعالوا ليه ناخده متفرط كده، ناخده كده سليم شكله أحلى. عايزة بس كده نقطعه أهو ونحطه هنا كده. الله، يا سلام، طبق مبتكر بنكهات شرقية شامية جدا. أعتقد يعني مغري ومشهي، وصدقوني الحلوم على الزعتر، على اللبنه، على زيت الزيتون، مع الشاي اللي هنحضره بالنعناع بالاخر، هو فطار سوبر شهي.